من قال أن الكبار يرحلون؟ ألفريد بسبوس أحد أهم النحاتين في القرن العشرين في لبنان، أكثر حضوراً اليوم منذ أي وقت مضى. هو حاضر في أعماله الفنية المعاصرة التي ينظم لها المعارض في لبنان والعالم. عنوان المعرض ألفريد بسبوس مودرنيست بايونير، أحد أعمدة الأساس الفن الحديث المعاصر في لبنان، ولا على هيدي الفكرة بنينا فكرة المعرض. السبب الأول إعلان تعاوننا مع غاليري مارك هاشم، مش بس بلبنان، عالمياً بفرنسا ونيويورك، لأنه نحن كمؤسسة ألفريد بسبوس هدفنا نشر ثقافة وفلسفة ألفريد بسبوس عالمياً، ومنحب الانطلاقة دايماً تكون من لبنان ونحو العالم. منحوتات بسبوس أحد الأخوة البصابسة الثلاثة، تحاكي المرأة في كل أبعادها. هو الذي يقول: المرأة تعني لي الليل والنهار، وهي موجودة في كل أعمالي. امرأة، حبيبة، أمومة. كان هوسه إظهار الشكل، خلاصة الشكل وخلاصة قيم المرأة بجمالها الداخلي والخارجي بمنحوتاته، لدرجة أنه المنحوتة بصير فيك تلمسها تحس أنه عندها ملمس الجلد الإنسان أو نعومة الإنسان. اللافت أن إحدى منحوتات بسبوس بيعت في مزاد في بيروت بإدارة كريستيز العالمية، يعود ريعه لمؤسسة أبيل التي تبني متحفاً للفن الحديث في لبنان، ما يساهم بنشر فن هذا المبدع من راشانا إلى العالم. اشتغل كتير البرونز، النحاس، واشتغل الحجر طبعاً لأنه كان الأساس، بلش الحجر هو، واشتغل الخشب، ونبش حتى بمواد بالبوليسترين، عمل منها تابلويات ورسومات. كان دائماً عنده تفتيش عن أي شكل أو مادة يقدر يظهر فيها ويعبر فيها عن فنه. لو كان عندنا انتشار ونجاح عالمي، دائماً بيهمنا لبنان، لأنه ألفريد بسبوس هو فنان لبناني بينتمي لكل لبنان، وهذا لازم يكون فخر لكل لبنان. المعرض مستمر في غاليري مارك هاشم وسط بيروت لغاية العاشر من آذار.